النهارده الحقيقه برضو اقام النادي الاهلي احتفال للفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي بعد التتويج الفريق بلقب البطوله العربيه للانديه على حساب فريق الكويت الكويتي. وخلال الاحتفاليه النادي الاهلي حرص على تهنئه الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين، مؤكدا ان الفريق كان على قدر المسؤوليه وتوج بالبطوله بعد مسيره مهمه. طيب ماذا قال الكابتن خطيب؟ طبعا دائما بتلاقوا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي متواجدا في مثل هذه التكريمات ومتواجدا في مثل هذه الاحتفالات، وأيضا كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن هؤلاء اللاعبون يستحقوا الحقيقة بعد الأداء الرائع سواء في منطقة القاهرة الفوز بدوري منطقة القاهرة والفوز بالبطولة العربية، بطولتين دخلهم النادي الأهلي حتى الآن وفاز بيهم مع المدير الفني القدير الحقيقة أوجاستي بوش، إن شاء الله اللي هيكون معانا في الفقرة الثانية. ماذا قال كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للاعبين في حفل تكريمهم، وماذا قال أيضا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، نطلع نشوف هذا التقرير ماذا قال كابتن خطيب وكابتن رؤوف عبد القادر ونرجع نكمل مع حضراتكم. أول مرة تدخل النادي الأهلي، وإن إحنا ده شيء بالنسبة لنا شيء بنقدره جدا، وعندنا أمل كبير جدا جدا في حضراتكم بجهازكم الفني والإداري والطبي بكل الجهاز بتاعكم، إن يكون إن شاء الله دي البداية اللي إحنا كلنا منتظرينها. لكن صعبت الأمور عليكم. انتوا فريق كويس، لعيبه كويسين، جهاز كويس، كل الامكانيات متاحه ليكم عشان نشهد عصر جديد بالنسبه لكره السله بالنسبه للنادي الاهلي. وانتوا تقدروا تعملوا الكلام ده، وعندكم من القدرات الفنيه والبدنيه والقلب والروح اللي هو بيعمل بطولات كتير جدا. فالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن الاجتهاد ده امر المفروض اكتر حاجه عجبت الناس كلها اللي بيكلمونا في المباريات اللي فاتت، الروح والقلب والتكنيك الفني وقدره اللاعبين على تحويل الامر لصالحهم في اي وقت من المباراه. وده امر يا رجاله، امر مهم جدا. انتوا تمتلكوا مواهب كتير جدا، تمتلكوا جهاز عالي جدا، اعتقد باذن الله اللي جاي ممكن يكون جوه النادي الاهلي، اي بطوله جايه ممكن تكون موجوده جوه النادي الاهلي. الحمد لله اداره ناجحه بالاضافه للفنيات بتساوي بطولات. فما اعتقدش ان لا الفريق كره السله على مدار الاربع سنوات اي طلبات سواء فنيه سواء اداريه اي حاجه لم تلبى من مجلس اداره النادي. بقول ان هذا الفريق ما اتبناش ما بين يوم وليله. الفريق اتبنى في نجوم الموجودين معانا، وفي الموسم اللي قبل اللي فات تم الدعم، واللي فات دعم اخر، وهذا الموسم اخر دعم، بحيث التكوين اللي موجود السنه دي اعتقد ده حصاد 3 سنين من الدعم بموافقه مجلس اداره النادي، بحيث ان اعتقادي الشخصي ان احسن مجموعه لاعبين موجوده داخل مصر هي اللي موجوده قدامي حاليا. والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا تعاقدنا مع جهاز فني كفء بقياده مستر اجوستي. فزي ما قال الكابتن محمود الخطيب احنا تملي البطوله اللي بتنتهي يعني بتتحط في دولاب النادي الاهلي وبنستعد، وانا عارف ان حضراتكم عندكم الخميس والجمعه والسبت بدايه دوري المرتبط في اسكندريه، يعني خلاص نبتدي نفكر في البطولات اللي جايه، وهو ده اللي احنا اتعلمناه داخل النادي الاهلي. الحقيقه احتفاليه استحقها ابطال الاهلي، ولكن نقطه وانتهى الاحتفاليه وانتهى كل شيء، ويتبقى ما هو قادم. جمهور النادي الاهلي دايما زي ما الكابتن خطيب قال، الحقيقه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وهو بيتكلم الكابتن خطيب قال ايه؟ قال اللي جاي
خلاص مبروك وكسبنا والكلام الحلو ده كله، ولكن اللي جاي هو بيعتقد ان كل المباريات او كل البطولات القادمه من الممكن ان هي ان شاء الله تكون في النادي الاهلي، في ظل وجود مجموعه رائعه من اللاعبين، في ظل وجود جهاز فني محترم، في ظل وجود اداره بتساند ونشاط رياضي بيساند، وجمهور طبعا قبل كل ده، جمهور النادي الاهلي اللي بيساند في كل اللعبات، مش في كره القدم بس ولا اي شيء، لا في كره القدم وفي السله وفي الهاندبول، سيدات ورجاله وكل حاجه. الحقيقه دايما جمهور النادي الاهلي ينتظر الفوز في كل حاجة، في كل الألعاب وفي كل الرياضات.